بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أسرة بسيطة. أهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله فيديو اتطلب مني أكتر من مرة عن مسكرة إيسنس. مسكرة جميلة وكتير قوي اتكلموا عليها، واتكلموا على إنها حلوة وبتطول الرموش، وبعض الأحيان بتغنيك عن إنك تستخدمي اللي هي الرموش الصناعية. فالحقيقة كانت المشكلة الوحيدة ان في ناس كتير بتبيع الكوبي على انها اوريجينال، كتير قوي بيعملوا كده، وبيبقى في فرق بسيط جدا في السعر بين الكوبي والاوريجينال. فاحنا النهاردة ان شاء الله عشان محدش يستغلك، وعشان محدش يعني يقولك على الحاجة اللي هي مش اصلي انها اصلي، ان شاء الله النهاردة هقولك على 6 حاجات لو عرفتيهم هتعرفي تفرقي بين الكوبي والاوريجينال ان شاء الله، وتستخدميها باذن الله وتبقى كويسه معاكي قوي. طبعا دي المسكره اللي هي ايسنس اهي، وهقول لكم على اول حاجه منهم. نقول مع بعض، نقول على اول حاجه او اول فرق بين الكوبي والاوريجينال. اول حاجه لما بتروحي تجيبي المسكره ايسنس، بتدخلي محل بتقولي لي انا عايزه مسكره ايسنس الاصلي مثلا، قال لك الاصلي، اول حاجه بيديها لك في علبه كرتون، اعرفي ان في العلبه الكرتون دي مش اصلي خالص، هي الكوبي. تمام، دي اول حاجه. نشوف تاني حاجه، تاني فرق هيعرفنا الكوبي من الاوريجينال، الفرشه نفسها بتاعه المسكره. دي الكوبي، الكوبي بتبقى عامله ازاي؟ الكوبي بتبقى فرشتها فرشه عاديه، بصوا فرشه عاديه قصيره كده، مش سيليكون. دي اول حاجه، دي بالنسبه للكوبي. هوريكم بقى الاصلي بتبقى عامله ازاي. الاصلي بتبقى اطول شويه وسيليكون. هوريكم دلوقتي الاثنين محطوطين علشان تعرفوا الفرق بينهم برضو اكتر. دي اهي الاوريجينال ودي الكوبي، اهو شايفين في فرق. طبعا دي بتبقى اطول وسيليكون، ودي اقصر وبتبقى فرشه عاديه جدا. ده كده ايه تاني فرق. هنشوف بعد كده الفروق التانيه. الفرق اللي بعد كده هتلاقوا في الاوريجينال اللي هي الاصلي، هتلاقوا مكتوب عليها من ورا من عند المسكرة ميد ان ايطالي. دي طبعا دي ممسوحة لان هي عندنا من فترة الحقيقة، وبرضو غلطنا برضو وجبناها عادي مش اوريجينال ولا حاجة، فكان مكتوب عليها ميد ان لوكسمبورج. فخدي بالك اللي مكتوب عليها ميد ان لوكسمبورج دي اللي هي مش الاصلي، الاصلي اللي مكتوب عليها اهي ميد ان ايطالي. تمام، نشوف بعد كده الفرق اللي بعد كده على طول. الفرق اللي بعد كده جايز الكاميرا ما توضحوش قوي، بس انت بالعين المجرده ممكن تشوفيه. هتلاقي ان اللي هي الاصلي او الاوريجينال درجتها المسكره نفسها لونها اغمق درجتين من اللي هي الكوبي. حتى مش عارفه يمكن باينه عندكم ولا لا، يعني هتلاقي الاوريجينال اغمق حوالي درجتين من الكوبي. دي برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي انت تفرقي بين الكوبي والاوريجينال. نشوف بعد كده ايه كمان. من ضمن الحاجات برضو هتلاقوا حرف الاي، شايفين حرف الاي اللي مكتوب هنا ومكتوب هنا، حرف الاي هنا اكبر من حرف الاي ده. بصوا دي برضو حاجات، هي لو حاجه منهم هتعرفي اكيد تعرف يعني تفرقي. حرف الاي في اللي هي، معلش الكاميرا بس، الاوريجينال اصغر من حرف الاي اللي في هي الكوبي زي ما حضراتكم شايفين. الفرق اللي بعد كده هنلاقي ان اللي هي الاصلي مش ووتر بروف، مسكره عاديه مش ووتر بروف، انما اللي هي التقليد او الكوبي هنلاقيها ووتر بروف. فنخلي بالنا، طبعا انتوا عارفين الفرق بين اللي هي السائله العاديه والووتر بروف اللي هي بتبقى ضد الميه، يبقى الاصليه مش ووتر بروف. تمام، اللي بعد كده بقى اخر حاجه او اخر فرق هنشوفه، اللي هو مكتوب على المسكره من تحت، مسكره اللي هي الاصلي مكتوب عليها، انا هجيبها كمان لحضراتكم بالكاميرا الثانيه يعني عشان تشوفوها، مكتوب عليها مكتوب على الاصلي كريزي فوليوم ماسكاره، كريزي فوليوم ماسكاره. انما اللي هي طبعا اللي هي الكوبي دي حاجتها كلها معظمها اتشالت، بس هتلاقوا مكتوب عليها ايه، هتلاقوا عليها مكتوب فوليوم ماسكاره مش كريزي. يعني اللي هي مكتوب عليها كريزي، كريزي فوليوم ماسكاره هي دي الاصلي، واللي مكتوب عليها فوليوم ماسكاره بس من غير كريزي دي اللي هي الكوبي بتاعتها. اخر حاجه عايزه اقولها في الموضوع ده، ان يا ريت لو رحنا جبنا ماسكاره زي دي بلاش نجيبها من اي محل.
لو مثلا انت واثقه في المحل ده او كده، اوكي ممكن تاخديها، وممكن بقى تعرفيها الكوبي من الاصلي بالحاجات اللي انا قلت لك عليها النهارده دي. انما لو للاطمئنان ممكن تروحي تاخديها من ستاند اللي بيبقى موجود في المولات، ده طبعا بيبقى اكيد الحاجات اللي هي بتاعه الماركه اللي بتاعه الستاند ده. هي تقريبا سعرها دلوقتي اللي هي الاصلي سعرها 100 جنيه او 120 جنيه على حسب، يعني انا كنت جايباها من مول سان ستيفانو ب 100 جنيه بس. تمام. ممكن برضو في محلات في المنشية بتبيعها ارخص 10 جنيه بتبيعها ب 90 جنيه، انا كنت شايفاها في محل في المنشية عندنا في اسكندرية ب 90 جنيه. فشوفي انت تحبي تجيبيها منين. انا دلوقتي قلت لك على الحاجات اللي تعرفي تفرقي بين الاصلي او الاوريجينال والكوبي علشان ما تتخدعيش وعشان ما حدش يضحك عليكي، لان انا برضو اتضحك عليا عادي. فعشان ما حدش يضحك عليكي وتجيبيها ان شاء الله وتنبسطي منها جدا، لان هي مسكره بصراحه حلوه قوي. فده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون فاتكم في حاجه. اتمنى منكم الدعوه الحلوه بقى، وما تنسوش بقى لو مش مشتركين تنوروني باشتراككم واللايك للفيديو عشان اكتر حد يشوفه. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.